أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة إرشادية للمواطنين ورواد الطرق السريعة للتوعية بأهمية الالتزام بقواعد القيادة السليمة للتقليل من معدلات الحوادث. ومن المخطط أن تستمر الحملة المرورية الإرشادية طوال الأسبوع الأول من كل شهر للتوعية بضرورة ترك مسافة الأمان طبقا للمعادلة المعروفة. حضرتك عارف مسافة الأمان ما بينك وما بين العربية اللي قدامك؟ أه كام؟ بتاع 10 متر ولا حاجة. لا مش 10 متر، هي على حسب السرعة بتاعتك، يعني ال 10 متر دي لو أنت ماشي على 160 مش هتقف، دي مش مسافة أمان. هي بتتحسب بإن أنت تبقى نص السرعة اللي على العداد. يعني نصائح يوجهها رجال الإدارة العامة للمرور لقائدي المركبات على الطرق السريعة بهدف التوعية بأهم قواعد المرور للحد من الحوادث الناتجة عن رعونة قائدي المركبات وعدم التزامهم بسرعات محددة ومسافات الأمان بين السيارات. بنناشد قائد السيارات في الأسبوع المروري بالمسافة الأمان ما بين السيارة التي أمامه والتي تقدر بأربعة متر لكل 10 كيلو متر سرعة، يعني لو ماشي على سرعة 100 يبقى المسافة ما بينه وبين السيارة التي أمامه 40 متر إن شاء الله، بالإضافة لتوعية قائد السيارات النقل بالسير أقصى اليمين وترك الحارة اليسرى للسيارات الأسرع منه في السير. أبرز الحملات حملات الرادار على الطرق السريعة خاصة الموسمية زي طريق القطامية العين السخنة وطريق اسكندرية الصحراوي. عندنا حملات على الطريق الدائري بخصوص منع النقل، عندنا حظر للنقل من الساعة 6 صباحا للساعة 11 مساء من مناطق الدائري الشرقي القطاع الشرقي كله من مناطق نفق الفريق سعد الشاذلي لحد وصلة المريوطية والعكس قادم ومتجه. حملات مرورية تشنها الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة بهدف ضبط المخالفات المرورية المتنوعة إلى جانب عمليات التوعية، وهو ما أشاد به قائد المركبات. حضرتك عشان مسافة الأمان ما بينه وبين السيارة التي أمامك، عارف حضرتك المسافة دي؟ أعتقد حوالي 20 متر. هي بتقاس بالسرعة بتاعت حضرتك، 4 متر لكل 10 كيلو سرعة. تمام. يعني حضرتك ماشي على سرعة 20 يبقى 8 متر، لو ماشي على سرعة 100 في الطرق السريعة يبقى 40 متر ما بينك وبين سيارة الأمان. شاكرين يا فندم. شكراً يا فندم. شكراً. أنت تكون ملتزم يعني بالسرعة المقررة. إذا كان في ضبابة وشبورة برضو تلتزم بالكلام دوت، ما تجذفش بنفسك يعني. 80% من الحوادث على الطرق السريعة سببها قائد المركبات لعدم الالتزام بسرعات محددة أو قواعد المرور، من هنا وجب التوعية، ومن لم يلتزم فهناك الحملات لضبط المخالفين.